ضيفتنا صبية موهوبة بلشت بخطوة أمل. غريب هيك كيف بترسم بالفحم وبالزيت وبالأكريليك. عندها عشق للألوان بس بطريقتها الخاصة. لوحاتها تخلق حياة وللناظر تعطي أريحية. ما نكون مصدقين صح؟ خلونا سوا نرحب بماري تيريز سخن. ماري أهلا وسهلا فيك معنا ضمن برنامج موهبة وفكرة. ماري فعلا صدقيني مثل ما أنا قلت بالإنترو قبل، أنا الرسم بالفحم من أجمل المواهب عندي، بس خبريني كيف بتقدري تخلقي من رسم حياة؟ يعني صراحة منار هو هذا شيء منو شيء كثير هين، ذات الوقت منو شيء سهل. وقت تكون عم تشتغلي بشغف، وقت تكوني عم تشتغلي بهيدا الماتيريالز، لازم تكوني بتفهميها، بتعرفي شو بتعطي، هي شو بتعطيكي وأنت قادرة لازم تحطي فيها. رايت سو آخر شيء بالنهاية بتكون من بعد ما تكوني خلصتي اللوحة بلا ما تنتبهي سمتايمز بتكوني حطيتي كل روحك فيها، يعني خلص شيء بتحبيه شيء بتطلعي بتطلعي فيه. بس صعب الواحد يتقنها بطريقه انه صح. اكيد اكيد، لكن هي ما انه شيء صعب وما انه شيء هين. يعني اليوم انا تعلمت ودرستها وبعدها لحديت اليوم بعمل براكتسز، بسال عندي اساتذه بستشيرهم، بقول لهم شو بحبوا شو لازم اعمل شو ما لازم اعمل. بس بغض النظر اسم الله عليكي انت مبدعه. ثانك يو سو ماتش. يعني وبعدني ام بيلدينج الشيء اللي عندي. خبرينا عن بداياتك، ما انه قلتي لي انك درستيها. انا درستها بس درستها باتوليا، يعني ما اوكي وما كنت عارفه انه عندي هيدا، يعني مني انه انا من الاشخاص اللي ايه بعرف دغري طلع حدا او اعمل بورتريه، يعني شيء كثير هيدا. سو بيسكلي ايه بلشت فيها وقصتي شوي هيك فاني كيف بلشت. هلا كمان مش عارف خبري سو كمان بلشت فيها، كان في استاذ معي عم ساعدني سيمون هنا، بلشت معه هو كمان وقتها شجعني، يعني شايف لي انه عندي هيدا الكوتي وساعدني اكثر انه اتسلى وكملت وبعد مكمله، يعني ودائما عندي حدا بساله وبستشيره. اوكي، والقصه اللي بدك تخبريني اياها؟ القصه اللي بدي اخبرك اياها دائما لما حدا بيسالني اياها كلهم بيضحكوا انه عن جد ماني تراز كثير مثلي، هيك تعلمت او اكتشفت حالي بتعرفي ترسم. سو بيزيكلي انا بشتغل فول تايم جوب. اوكي. وبعد لحديت اليوم وبيتي بجوني وشغلي ببيروت. ودائما بتعرفي من جوني لبيروت عم بحكي هلا قبل الازمه وكل شيء لما كانت حياتي كثير طبيعيه، بدي ساعه ونص ساعتين لاوصل الصبح وبشتغل سيلز كمان. سو كمان اذا كان عندي ميتنج بدي اقعد ساعتين ثلاثه بالعجقه بين ميتنج وميتنج. صح. وارجع على البيت عندي ساعتين او ثلاثه. سبيشلي لما كان في عم بيضبطوا جسر جل الدين، يعني دائما هي هيدا الشيء اللي بضحك انه اقعد وقت كثير طويل على الطريق وما اعرف، وصار عندي وجع باجري وبظهري من ورا السواقه. سو زميلتي معي بالشغل بتعرف انه انا بحب لون، بحب الالوان، عندي شيء برسمه بس انه ماني مش قاطع من حدا. صديقه اللي هو هلا صار جوزها بيهديها لإله، انا ما خصني، هو بيهديها سيشنز يروح رح تتعلم بأتوليا. قالت لي انا واي نوت تجي معي، هيك ما بنعود نقعد هالقد وقت على الطريق ونعمل شيء بفيه. صح. وبنتسلى بذات الوقت انه ليلى. وهيك صار، رحت معها، كنت روح مره بالجمعه، بعد جمعتين صرت روح مرتين، ما في شهر صرت عم بروح ثلاث مرات، فاخر شيء صارت عندي هوس وصرت عم طلع تابلويات وصاروا حوالي مستغربين انه من وين لوين؟ انه كيف؟ انه انا بشتغل بالميديا بالادفرتايزنج، انه اوكي عندي هالعين بحب هالقصص، انه ايه عندي، بس انه مش انه طلع تابلو، مش انه الفكره اللي عندي اياها اعرف كيف اقدر اطبقها. وهيك صار، صاروا اهلي يشوفوني شو عم طلع، وبعدين كمان صرت اعمل لكل شخص. طب انت دراستك عن اداره اعمال، ليش ما تخصصت بكليه الفنون؟ ابدا ما كان عندي فكره انه عندي هيك الموهبه، يعني ابدا، انا بالعكس انا اكثر بحب، يعني انه هيك فجاه رحتي مره بالجمعه بعدين مرتين بالجمعه. يعني بقول انا سبحان الله لما ربنا بيكون راسم للشخص طريق، يمكن هيك اندايركتلي اذا ما قلنا، يعني ما ضروري نرفض. قلت انا انه لا، وما قلت جنيدي بكون تعبانه، جابت لا واي نوت، انه جرب، انه ما رح تاخذ من وقتي كثير
وهذا اللي صار. يعني هو بيكون ربنا عم بيفتح لي طريق وقلت ايه ليلى وطلعت عندي هيك وهلا صرت انه اذا بدك تسميها هوس انه اقعد وارسم. مين كان الداعم الرئيسي لإلك؟ اول داعم لإلي رئيسي هن اهلي، هن اهلي خاصة خيي، لانه خيي عنده نظرة كثير هيك ارتستيك وبيشتغل كمان عنده هيك قصص. سو بيسكلي هو شجعني اكيد انه بيي، وبعدين اكيد شريك حياتي وائل كان كمان داعم كبير، لانه كمان كنت كل ما طلع تابلو او كل ما مثلا I want to skip قال لي لا بيقول لي روحي كملي انه it's really nice. هلا بقول انا هيك عن جد شايفهم كلهم انه شايفينهم هالقد حلمين. لا بعدين صرت كمان اعمل لاصحابي، اصحابي كمان كثير ساعدوني، اصحابي بمعنى من كمان من كوتي انه اللي طلب مني انه بدي هيدا التابلو بس بيكون تشالنج لإلي اني اعمله، وقت اشوف رياكشنات وشوف قد ايه انبسطوا. وبس روحي لعند حدا على البيت بس توصلي على شو بدي نبلش اول شيء، خلص بتلاقي حالي بكل على اللوحة بتطلعي على اللوحة الموجودة. اكزاكتلي وهذا اللي صار. صرت اعمل لكل شخص تابلو، يعني هو اوقات يطلب مني اوقات انا تكون لايك تكون ميموري لإلهم، اشوف عندهم بيكتشرز على انستغرام شيء وين اكثر شيء يكونوا مبسوطين فيها اعمل لهم اياها، كان صور خاصه لإلهم او بورتريه بيزاج ولا غيره. طب قد ايه صعب الواحد يتعلم رسم بالفحم؟ ليكي منار في شغله انه انا بنظري كل شخص في يرسم بالحياه، ما كنت عارفه. يعني اذا بنجي هلا بنفكر فيها الولد بيكون بعده خنقان، اول شيء شو بنسلمه؟ قلم وورقه صح، شو بنقول له؟ خرطش، بصير يرسم دائره او بخرطش صح، وبلا ما يفكر بيكون عامل شيء نحن اوكي بنشوفه حيله، بس اذا نميها او اذا بده يعبر عن شيء كيف تيجي له عبر بتعطيه ورقه ورقه صح. سو كلنا وحتى هلا اذا حدا كل واحد بيفكر فيها بيخلق معه هيدي اذا بدك الموهبه اللي او بنعرف ننميها او بتكون نايمه عنا. سو هون بدنا نعرف كيف نشجع الاولاد او نشجع حدا بحب هيك شيء، او اذا ما عنا اياها كمان نتعلمها وينها. سو يو نيد تو براكتس، بده يكون عندك هيدا العين، اكيد بده مين كمان يساعدك ويقودك، وبدك اشخاص داعمك وانت اكيد تدعمي حالك. ماري القلم هو اللي بيبين مهاراتك. بس انت اكيد واجهتي صعوبات بهذا الموضوع. كثير واجهت صعوبات، كان كثير عندي ups and downs، لانه كمان اللي ما بيعرفوا العالم انه عم بحكي مش عم بحكي بس للرسام، حيلا حدا بيكون عنده حتى صح بيقطع ب ups and downs. يعني يمكن انت اليوم كمذيعة اليوم تكوني شايفة حالك حلوة وفي اطلع واحكي ونعمل 100,000 غلطة ونرجع على البيت نقول انا شو كنت بدي بهالشغلة او اليوم ما عملت. المهم انه من الصعوبات كيف نتعلم نعمل قصص، المهم انه اليوم عملت غلط ما وقف، يعني فيي ارجع اقوم ثاني نهار. انا هيك بصير معي بكون عم برسم في قصص كثير صغيره بتكون ما بعرف ليه ما بتزبط معي وما حدا بيشوفها بيفتكر انه واو ايه وعملتها بهالقد وقت مش بهالقد، لا بقعد يومين وثلاثه ومحي وبعيد ومحي وبعيد وبعيد لترجع تزبط. سو بده يكون يعني بده يكون عندك اندفاع طالما بتحب الشغله وشايفتيها هيك ما بعرف شيء صعب، يعني بس هي صعبه، يعني ما بعرف اذا قصرتها صح هي صعبه، بس اذا شو بيقولوا حطيتي قلبك فيها وكل يوم عملتي براكتس وبعدك مصره انك تضلك تتعلمي كل شيء بيصير ساعتها بتزبط بتصير هينه. صح ماري مثل ما عم نشوف هلا قدامنا على الشاشه البروفايل انستغرام تبع حضرتك، ليش دائما لوحاتك لها تعبير خاصه؟ الوان معينه كمان اذا بدك. في هلا كيف بدي افسر لك؟ اوقات حسب مودي، اذا ما نحكي اكثر عن المود وشو بكون شايفه، يعني مثلا اذا بتشوفي عندي كثير لوحات فيهم اللون الازرق، لون السماء، لون البحر، حرية، الحرية، فرح، كثير بحبوا هذا اللون، يعني حتى بالبيت بحط لون الكتابلويات بحب لون الأزرق، فيه رواق صح كانوا بتطلعي على السماء من جوا، بتطلعي
بدي افسرها بكل شيء خاصه باللاندسكيب، بيزاج، في من لون البني للون الاخضر الزيت كمان، هيدا كمان في استعمال كل الالوان حلوه ربنا خلقنا يعني. بس ماري شو الافضل لإلك؟ انت بتروحي اكثر مثلا على المائيه، الزيتيه، الاكريليك، الخشبيه، الشمعيه؟ صراحه بدي اقول لك شغله، كل يعني كل شيء بيعني لي، بس حسب كيف بشوفها بالتابلو وين يعني. انا ما غلطت بالانترو لما قلت ماري عندها عشق للالوان بس بطريقتها الخاصه. بس هلا شوي اكثر بعدي عن الالوان صار لي فتره ومركزه اكثر يعني على كل شيء قلم رصاص، اتوقع التنسل والفحم، لانه فيه شيء ما بعرف ما بقدر بعرف بس هي كلها جابة فحم رايت بتعطيك ما بعرف ترسم عين يعني فيها تقول لك هالابيض واسود، في يقول لك اذا عيونك لونهم عسليه ولا لا، يعني لوني بتحط كلر بتبيني شو هيدا اللون. اتس ريلي نايس يعني هو بيتدرج اكيد في عدة طرق ما رح نفوت هلا كتكنيك، بس انه فيه 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 تاتش فيه شيء. خلينا نشوف اللوحة. أوكي. قبل في شغلة أنا لاحظتها. ليش دايما بترسمي نص وجه؟ نص وجه كمان هيدي طلعت معي الفكرة صراحة مش من زمان، ونزلت كولكشن سميتها هاف اس هول، يعني نصنا هو كل شيء. صح يعني نحن بنخلق بنقول بنشوف النص الفاضي ولا النص المليان، بنسمع ستوريز بالحياه بنقول هيدي نص الخبريه، كل شيء عنا اياه نص، جسم الانسان هو مقسوم لنص، كل عين عنا اياها شكل ما حدا بيعرف، ما بعرف في كثير ناس بتنتبه لهالقصص، كل ايد شيء، كلنا كمان كبنات بنحب هذا البروفيل ما بنحب هذا البروفيل، صح رايت؟ هذا عم بحكي كفيزيكال نص. في عنا نص جواني يلي هو بيكون اذا بدك هاف سيكرت ما ببين، يعني انا في يكون هلا قاعده عم خبرك خبريه بخبرك اياها من منظاري رايت، وانت بتاخذيها من منظاري، سو فيها تكون هاف ستوري، فيها تكون اكسبيرينس ما بدك تفرجيها للعالم، فيك تكوني انت مبينه قويه اليوم بيست على كل شيء صاير معك يحو جواتي، سو هولي كلهم جمع، لانه انا لما بكون عم برسم مثل هول البورتريات او شخص معين طالب مني بورتري باخذ النص اللي انا بشوفه فيه حلو او بوجع او علمه من ورا شيء وبحطه باللوحه. طب هون كنت كيف كان المود تبعك لما رسمتيها؟ هيك صراحه كل لوحه عندي بيكون مودش يعني ديفرنت، هلا ما بتذكر اكزاكتلي على هيدي اللوحه لانه كانت كولكشن اشتغلت عليها وقت طويل وماني عارفه كنت اذا بعد مبينه ايه او لا، لانه قبل كنت عم برسم اذا بدك يعني قبل ركزت برسماتي كمان غير هذا السؤال، دائما بركز على المرأة برسماتي مثل الرسمة. احكي لنا اكثر عن هيدي اللوحة، الالوان اللي استعملتيها وقت رسمتي هيدي اللوحة. جبتها معي لانها كثير عزيزة علي، كانت اول لوحة بتبين بوقت الثورة، في ماري جور عايدة عملت كتاب اسمه The Silent Leaders من بعد الثورة وكل شيء عم بيصير معنا بلبنان، واشتركت فيه وانحطت هيدي اللوحة بهذا الشيء، وهذا الشيء كثير بيعني لي، كان أول أبيلنس إذا بدك أكثر بين العالم حدا يكون عم يفتح كتاب ويشوف شيء ويشوف اسمي ومكتوب عنه، مش أنه أكثر سوشيال ميديا عم بحكي وول أوكي فاين، بس إتس ديفرنت وين يو ميت يعني وقت تشوف العالم وتشوف الرياكشنز تبعهم، سو كثير بتعني لي لأنه بتحكي عن مش بس ثورة لبنان، بتحكي عن ثورة المرأة، كيف المرأة بتكون هي جلد مجهول دائما كل واحد بيطلع عليها بخبر اخبار عنها، اذا قعدت بالبيت بيقولوا قاعده ما عم تعمل شيء، واذا اشتغلت بيقولوا هامله حالها او هامله عائلتها، سو بيسكلي انا دائما عندي دافع كثير يعني كلنا بندافع عن حقوق المرأة كثير مهم، والمرأة دائما بدها تكون دائما مبينة قوية اوكي، وما حدا بيعرف شو في جواتها، سو ذاتس واي صاروا يطلعوا معي هالافكار وثورتنا انثى ايه مش بس ثورة لبنان، المرأة اللبنانية عن جد بتبين، حتى مش بس لما نقول اللبنانية
المرأة العربية أو العربية هي جملة مجهول أنا بشوفها قوية بمؤسستها بعائلتها مع أولادها بحكي أنا فاتحة مؤسسة لبل أكثر مع أصحابها يعني حسب أكيد كل واحد عنده كاركتر وهذا كان هدفي هيك وصل يعني قد ما في صراحة عندي كثير أفكار بدي أرسمها بس بدي دائما بقعد هذا الشيء بياخذ وقت ومانه شيء سهل أبدا هيدا الصعب قبل ما نطبق لأنك تطلع بفكرة بتعرفي تطبقيها مزبوط على الأرض تعملي فكرة جديدة العالم تحبها عملت نص وجه كثير عم انشق للعالم إنه كيف يعني ما فهمنا كثير حلوين حطيتيهم حباتهم كلهم هيك صور وهيدا وقت عرضته كمان صار أول إيفنت على طريق الجميزة من شهرين أي ثينك وكان كثير حلو إنه حضرته هيك وكان فيها المرة من بعد كورونا وتسكير البلد وهيك وكمان شفت الرياكسيونات تبع العالم قد ايه حبوا بصراحة حسيت وقتها مسكين ثانك يو ثانك يو فعلا شيء كثير واو ثانك يو ثانك يو كل لوحة قد ايه بتاخذ معك وقت خبرتيني قبل إنه شيء 50 ساعة؟ في أساس أكثر رقم مش سهل في أساس أكثر كمان في قصص بتطول أكثر مناخ في شغلة كمان هلا يعني سبب إنه نحكي فيها قبل كان يقعد الرسام او الفنان وريفر يقعد سنين ليخلص لوحه ما ضروري حيا لحدا سبيسيفيك بس بيقعدوا سنين لا بتشوفي شو عمل لا بتعرفي كم لاير حط ليه كم ساعه قاعد عليها ولا لا اليوم بدهم يعرفوا قد ايه وقت قعدت عليها وبدنا نعرف قد ايه كذا في قصص يمكن تخلص هيك معي وتكون عندي اياها بس عم تغير فيها الوان بس تكوني كرييتيف وتعطيها من وقتك بدها وقت تاخذ وقت تاخذ ساعات تاخذ سهر تاخذ من وقتك مع عائلتك مع اصحابك يعني عن جد يعني انا بعطيها من قلبي اي ثينك ما في حدا بيعطي من قلبه ما بيوصل صح او بيوصل الفكره لا الرسم بالفحم بيطلب مستلزمات كثيره مثل فحم أكيد. أكيد الورق السميك الممحات العجينة صح. والمثبت مزبوط. نحن هلأ عم نمرق عديت لهن اللي فيك تقولي الأساس مثلا نحن هلأ عم نمرق بوضع صعب بلبنان قد ايه التكلفة عم بتكون عالية نوعا ما هو صراحة التكلفة عالية وأكيد بسبب العملة بس بدنا نستورد الورقة بتكلف، الكادر بتكلف، كل شيء بتكلف بس انه ما بيأثر، يعني طالما انه كثر خير الله بيكون في شغل بيكون في طلب ما بيأثر، كأسعار في كثير عالم بتحب الأسعار، في كثير عالم لا، سو يعني ما بدي أقول مش هدف البيع ولا البيع بس انه إذا حدا حب قبل كنت أقول لا هلا أكيد بقول إيه يعني دائما اول لوحه بتبيعيها او كذا لوحه بتكون كثير احلى شيء لها يس وبس تخلصيها بتقولي لا مو هي هقلي ما ولا يعني ولا يمكن لا صارت معي اول مره وكثر خير الله كرت المسبحه وصرت بالعكس صرت انبسط لما اشوف حدا مبسوط عم ياخذ لوحه يحطها بالبيت لان هي اكثر شيء بتضل حتى عندك بالبيت يعني ممكن تغيري كل اساسات بيتك بس اللوحه الا اللوحه صح الا الا قيمه يعني ثمينه سو اي واي نوت بالعكس ما بيأثر نحن عم نشوف لوحاتك انه عم تنعرض للبيع وعم تنزلين عبر السوشيال ميديا هل ممكن نشوف ماري عم تفتتح معرضها الخاص؟ باذن الله ايه صراحه هذا الشيء عندي اكيد طموح وحلم طموح وحلم اكيد وباذن الله ايه يعني نحن اوكي عم نقطع بفترات صعبه وانا حابه بلش من لبنان يعني مع انه هلا رح يكون عندي معارض بدول عربيه بعدين كمان انت اوريدي بتشاركي بمعارض بلوحاتك معارض اكيد بس انه ولا مره كنت سولو لوحدي سو بيسكلي اكيد هيدا يعني بيكون اكثر من ما بعرف اكثر من حلم بيكون الله يرضى ايه اكيد قد ايه السوشيال ميديا عم بيساعدك تتبيني موهبتك اكثر ولوحاتك؟ مظبوط يعني انا كمان كثير بفشل لاكون على السوشيال ميديا وهيك بس حطيت على السوشيال ميديا اكيد صرت بين اكثر وبعدين صرت ما بدك تقعدي بس كرييتف بلوحاتك تكوني كرييتف بالكونتنت
وشو ما لاني كتبه صح ما نزل صح هون القصص البسيطة اللي ما حدا بيعرفها انه عن جد منا هينة سهلة بس اكيد ما لي براتيك كمان السوشيال ميديا لحاله موهبة موهبة اكزاكتلي بس كتير بتساعد لحقلك لانه اول شيء تقربت من كتير كتير ارتست بلبنان وبرات لبنان كتير في كوميتي يعني بي ار وشبكة علاقات اجتماعية يس اكزاكتلي 100% يعني انا لما اشوف حدا ما بعرف من لندن او من حيلا بلد عم بيعمل لي لايك او عم بيحط لي كومنت او عم بيبعت لي بالدايركت انه واو this is really nice او بلد بتكتس الكومنت او حتى عم ينتقد يلي يا ريت هذا الشغل لو هون عملت ام بتوا يعني ما في اني قدام يعني بنبسط انه حدا عم بيطلع وعم بيشوف هيدي 1 2 اكيد بتفتح لي مجالات اكثر انه تكون على السوشيال ميديا بتفتح لك مجالات اكثر العالم تشوفك وتحب بلس من بعد ما خلصت السوشيال ميديا صار عندي ويب سايت كمان وائل كمان ساعدني انه افتح ويب سايت وحطهم اعرضهم هنيك وصير العالم تفوت تشوف كل شيء لانه بتعرفي سمتايمز ما عندي وقت بشوف during the day حدا بيسالني سؤال بدي رد سو كمان في الويب سايت تبعي في فنان اكيد ان شاء الله في شيء فنان بتتبعي اسلوبه او هو بتعجبك مسيرته المهنيه وبتحبي انك توصلي للليفل اللي هو وصل له؟ ما عندي فنان سبيسيفيك ليه؟ لانه كل واحد بيتميز بشيء وبيعجبه مش بشي. معقول في قصص ما بعرف انا يمكن ما بعرف في ناس بيرسموا ستيل لايف انا ما برسم كثير ستيل لايف عندي مره او مرتين يمكن تابلويات بس بتطلع فيهم سبحان الله كثير حلوين الدربه تبع الكتب صارت بتكون حلوه الالوان الزيتيه بيكون حطتها رائعه بس انا ما برسمها بس انه اكيد شوف شو عامل يعني مش هيك عم السوشيال ميديا كل شيء هلا عم نشوفه كثير بيساعد كثير بيساعد الواحد يشوف يتعلم يحكوا مع بعضهم يعني بس ما عندي سبيسيفيك حدا كان بلبنان وكان برات لبنان يعني ما رح اقول لك اسامي كبار ايه ولا لا كل واحد بيتميز بشيء كل ما تعملي ريسيرش تعرفي اكثر على بينترز كل ما بحب اكثر لانه كل واحد بيتميز بشيء صراحه مثل انه في ناس يمكن بيشوفوا صوري يمكن يحبوا في ناس ما هلا انا شفت البروفايل وحبيت كثير بس بدي انت تخبريني عن اجمل لوحه رسمتيها صعب كثير انا كمان صعب اختار بصراحه كل لوحه بخلصها كثير كلهم عزيزين على قلبي كل لوحه بتخلصيها بتقولي هي اجمل لوحه رسمتها اجمل لوحه عملتها ومش معقول مثلا لو هيديك كنت عندي فيها هيك مثل هيك يعني ما عندي وحده انه هيدا انه واو كلهم مثلا كم لوحه صرتي بايعه لهلا صراحة ماني عادي بس انه ايه منيح قديش الك بترسمي؟ انا بلشت 2018 مش من زمان؟ لا وقفت شوي كمان من ورا كمان وضع الفن ان شاء الله نقول وكورونا وهيك بس كانت دائما على اتصال كمان مع اصحابي بالاتوليه نفتح اونلاين كل واحد ببيته يقعد يرسم نشجع بعضنا نجتمع ببيوت يعني دائما كان في هيك اجواء ماري اذا بدنا نربط لوحاتك بشخصيتك اذا بدك نشوف انه النوع الكلاسيكي هو الطاغي يعني الرواء اللي انت فيه بلس انه منك مودي لا ماني مودي ابدا شو السر؟ بس كثير بين بس نوع الكلاسيكي هو الطاغي على لوحاتك اللي هو بيشبه شخصيتك مزبوط. فهو شو السر؟ برجع بقول لك ما بيشغلوا شخصيتي بس هيك انطلب يعني اذا حدا طلب مني جرافيتي بعمل بس في منهم ماني حاطتهم على السوشيال ميديا بعملهم بس ايه لوحاتي مش مهمولة كستيل كأنا شو بحب في يعني في عندي كم وحدة هيك شوي اوقات مش عطى فيهم بس انه خلص برجع للستيل اللي انا بحبه وبزيت الوقت هيك بتحس فيهم ما
انت عم تحكي عن لوحاتك بيبر عيونك. صح مزبوط. ليك حتى لما بيع لوحة هيك انه بتأثر اكيد. بتصعب دايما كمان من ورا هيك بالباكجينج تبعي بحط قمح، سنبة قمح. سنبة القمح كثير لها معاني، يعني هي لتحية بدها تموت القمح هاي، سو بحطها وبعطيها بعطيها للشخص. وكمان بتمنى يا ريت الكل فيه يشوفهم انا عم بعطيهم، يفتحوها ويشوفوها لايف، لانه عن جد غير السوشيال ميديا غير كل شيء. يعني كل شيء بتشوفيه لايف اوكي كثير حلو اللي عم نعمله، بس له غير له معاني، كل شيء له معاني. بس انه بالعكس هلا صرت احب، قبل كنت بزعل بس بعدني بتاثر شوي. انا اللي زعلانه لانه لقائنا خلص، انا ما بتمنى ابدا يخلص. ماريا انا بدي اتشكرك على اطلالتك معنا، يعني من اجمل المواهب، من اجمل المواهب بالرسم على الفحم. حلقه يعني كانت رائعه، انا كثير سعيده بوجودك معنا. الشخصيه الحلوه اللي كلاسيك، اللوحات الرائعه، يعني انا شفت البروفايل قلت لك انه انا فعلا ما قدرت اختار اي الاجمل. ميرسي كثير، هذا الشيء عن جد اول شيء بخجلني، بعدين بحمل لي مسؤوليه اكبر تكمل واشتغل على حالي اكثر وفرجي انه بالعكس شيء كثير حلو عن جد، شيء كثير بكبر القلب. مني ومن اكيب تلفزيون ال تي في وموهب وفكره بنتمنى لك كل التوفيق ماري. ثانك يو سو ماتش منال. وانا بس قبل ما نختم بدي اقول لك وبدي احكي كيف لتي في ولكل المونيتور، كمان نكست تايم بكون عندكم شيء تكون موجوده مثل ما قلت لك بحب. هاي ذا بيست وان، اجمل كادو ممكن توصلنا. ميرسي لكم وعم بفشي يعني. ثانك يو سو ماتش، ثانك يو فور يور تايم.